السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذه المقادير راهم موجودين بالعربية في آخر الفيديو وتحت الفيديو. وصفة اليوم خبز الباي أو خبز تونس محشي بكريمة الباتيسير أو كريمة الكاسترد، وصفة مطلوبة وتستهلك بكثرة في شهر رمضان المبارك. جبت لكم فكرة جديدة لتحضير هذا الطبق. سنحتاج العجينة وكريمة الباتيسير أو كريمة الكاسترد. بالنسبة لكريمة الباتيسير تقدروا تستعملوا الكريمة المصنوعة بالمكونات الموجودة في البيت أو الكريمة على شكل غبرة. طريقة تحضير هذه الوصفات تاع الكريمة راهم موجودين في فيديو تارت فلون، سيظهر لكم في آخر هذا الفيديو. سنمر الآن مباشرة إلى كيفية التحضير. بسم الله. سنبدأ في تحضير السيرو اللي غادي نبلو به خبز الباي. سنحتاج إلى نصف لتر ماء، ما يعادل 2 كوب أو 500 مليلتر ماء. نحتاج أيضا إلى كوب نتاع سكر ما يعادل 200 غرام، ونحتاج برج نتاع ليمون. سنضع السكر مع الماء، وغادي نوضع الكاسرونة فوق نار متوسطة، وغادي نخلو الخليط نتاعنا حتى يغلي. من يبدا الخليط يغلي غادي نحسبه 5 دقائق. انا الكميه صغيره اللي استعملت على بها خليتها 5 دقائق، بالنسبه لكميه كبيره ضاعفوا الوقت. يعني الا ضاعفتوا المقادير غادي تضاعفوا الوقت، بدل 5 دقائق غادي تخلوه 10 دقائق. بعد ما يغلي غادي نطفي على النار ونزيدوا المزهر كميه على حسب اختياركم. سنمر الان الى تحضير العجينه. بالنسبه للمكونات نحتاج 3 كوب نتاع سكر ما يعادل 65 غرام. نحتاج نصف كوب مكسرات على حسب ذوقكم، انا استعملت اللوز ما يعادل 65 غرام. نحتاج نصف كوب نتاع شابلور خبز مجفف مطحون ما يعادل 50 غرام. نحتاج نصف كوب نتاع زبدة او مارغارين تكون قليلا دايبة ما يعادل 100 غرام. نحتاج ايضا عطر الليمون او قشور الليمون، 10 غرامات سكر فانيلا ما يعادل كيس واحد، 10 غرامات خميرة الحلوى ما يعادل كيس واحد أو ملعقة صغيرة مملوءة جيدا. ونحتاج أيضا بيضتان. سنضع في الإناء السكر، نزيد عليه سكر فانيلا والبيض، وغادي نخلطوهم جيدا حتى نتحصلوا على كريمة. يعني نفس الطريقة اللي شفتوها معايا في تحضير البسبوسة، وأيضا نفس الطريقة اللي نستعمل اللي نحضر بها الجينواز. هذه الطريقة مهمة جدا باش تتحصلوا على جاتو يكون هش ولذيذ. بعد ما نتحصلوا على هاد الكريمه ونشوفوا السكر هنا ذاب، سنضيف جميع المكونات المتبقيه. نزيد الزبده، والزبده انايا ما ندوبهاش كامل باش تقعد فيها ريحه الزبده، تعطي فيها ريحه مليحه تاع الزبده. زدنا ايضا المكسرات، تقدروا في مكان اللوز وضع الكاوكاو او الفول السوداني او مكسرات اخرى، وزيدوا ايضا شابلو وخميره الحلوى وايضا عطر الليمون، وغادي نخلطوهم. وكما راكم تشوفوا العجينه راها سائله، نفس الشيء مثل ما عملنا في البسبوسه، غادي نخلوها ترتاح 5 دقائق باش الخبز يتشرب مليح السائل وخميره الحلوى دير مفعول نتاعها. شوفوا هنا كيفاش تكاتف الخليط، ما لازمش تحطوها وهي سائله، لانه في بعض الاحيان الخبز يهود لكم الى الاسفل ومن الفوق تقعد لكم هكاك سائله، غادي يجيكم من تحتها صلب على الطبقه الفوقانيه. من بعد دهنت هاد القوالب بالزيت، قليل من الزيت، وضعت كريمه الباتيسير في جيب حلواني. انا استعملت كريمه الباتيسير على شكل غبره. بالنسبة لكيفية تحضيرها بمكونات الموجودة في البيت شوفوا الفيديو نتاع طاخت أوفلون. وأيضا بالنسبة لتحضيرها على شكل غبرة، دائما الطريقة تكون مكتوبة في العلبة اللي تشروها. غادي نوضعوا في قاع القوالب كمية تاع كريمة الباتيسير، بعد تعدلوها هكا قليلا، ونزيد فوق كريمة الباتيسير العجينة نتاعنا. إما توضعوها في جيب حلواني أو بواسطة ملعقة كبيرة، غادي توضعوا ملعقة كبيرة مملوءة جيدا في القوالب. وقطر القوالب اللي استعملتهم 8 سنتيمتر، يعني تحصلت على 8 حصص قطرها 8 سنتيمتر. بعد ما نكملوا العجينة غادي نعدلوها باش تكون عندنا مساحة مسطحة من الفوق. غادي نقوم بهذه العملية لجميع القطع. وفي هذه المرحلة تقدروا
توضعوا المكسرات من الفوق او تخلوها على هذا الشكل، طيبوها على هذا الشكل، من تخرجوها من بعد توضعوا المكسرات. انا وضعت بيستاش على هذا الشكل، في نفس الوقت الفرن تاعي راني نسخن فيه على درجة الحرارة العادية 180 درجة مئوية، ما يعادل 150 درجة فارنهايت. البلاطون تاعي نحطه في وسط الفرن وانا عندي المروحة، وغادي نخلوه يطيب من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، او حتى تشوفوهم تحمروا مليح على هذا الشكل اللي غادي تشوفوا فيه في الصورة. نشوفوا كيفاش راهم منتفخين ومحمرين. ولا ما تحمروا لكمش تقدروا 5 دقائق الاخيره ترفعوهم الى اعلى الفرن باش هذيك المساحه العلويه تحمرهم لكم، وبعد غادي نسقوهم مباشره. هما راهم ساخنين والسيرو راه بارد، ناكد في هذه المرحله السيرو بارد، هنا ماشي كيما قلب اللوز. غادي نوضعوا نصف ملعقه كبيره في كل قالب ونخلوه كما شفتوا تشرب بسهوله، وغادي نخلوه حتى يبرد تماما. بعد زينته بقليل من نواه كوكو على جميع الحافة، ودائما التزيين يبقى اختياري. ومن الأفضل استهلاك هذا الكاطو بارد، يعني وضعه في الثلاجة قبل استهلاكه. وكريمة الباتيسيان اللي أضفتها تعطي بنة هائلة لهذا الخبز الباي، مثل طبقة تاع الفلو من الأسفل، وشهية طيبة. بالنسبة لملاحظات اليوم، في عوض ما تهيئوا هذا الخبز الباي في قوالب فردية، تقدروا تهيئوه في قالب كبير وتقسموه إلى قطع صغيرة. وملاحظة ثانية، إلا ما تحبوش كريمة الباتيسير تقدروا تستغنوا عليها في هذه الوصفة، يعني تحطوا مباشرة العجينة في القوالب وتطيبوهم من بعد تسقوهم بالسيرو، يعني الوصفة الكلاسيكية. هذه كريمة الباتيسير فقط إضافة من عندي. والملاحظة أخرى، في السيرو تقدروا أيضا إضافة عطر الفانيلا، يعطي أيضا نكهة مليحة لهذا خبز الباي. والملاحظة الأخيرة ما ذكرتهاش في الفيديو، اللوز لازم يكون محمص، يكون محمص ومطحون على شكل خشين ماشي رطب، باش هكا كيبان من تاكلوه. وصلنا الى نهايه وصفه اليوم، هاتيها ايضا من بين طلباتكم، وتاخرت في تقديمها، ان شاء الله تعذروني، ونقول لكم مع السلامه وصحه رمضانكم، والى الوصفه الجايه ان شاء الله.